اوكي نبدي بال histological feature of enamel اللي هو شو نقدر نقول الكاركترستكس. الفيتشر هو مصطلح اخر للكاركترستكس اللي هي الخصائص النسيجيه او نقدر نقول الصفات النسيجيه او البروبرتيز للانيمال، يعني نشوف فد اشياء موجوده تحت المجهر من ناخذ فد كروس سكشن من الانيمال. اول شيء هيستولوجيكال فيتشر، ثواني histological feature of enamel gnarled enamel أول نوع G silent most enamel rod يعني يقول لي أغلب enamel rod follow an undulating pathway. شون يكون طريق enamel rod؟ إنه تكون مسارا متموجا، مسارا متموجا زين من مين من هاي هسه histological feature كلها تتبع من الدنتينو enamel junction ولي فوق للإنيمال سيرفيس، للسيرفيس of the enamel. إذن from enamel junction dentino enamel junction to the tooth surface. زين. But in the cusp tip of molars، لكن بالكاسب tip شوفوا هذا سووا الكاسب tip مالتنا اللي هو مال المولارز جروب، الإنيمال رود تبدي شنو twist about one another، تبدي تتعاقد وحدة ويا الأخرى، اللخة تجي منا وتجي اللخة منا. شوفوا هاي الصورة شلون صايرة narrowed enamel، يعني شنو الانيمال رود تلتف الانيمال رود حول بعضها البعض. زين this twisting هذا ال 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 الالتواء أو الالتفاف حول بعضها البعض ينطيني باترن فد نمط للإنيمال رود يسموه نارلد إنيمال. شنو نارلد إنيمال؟ يعني الإنيمال يعني المينة الملتفة العقدية. It makes the enamel شنو فائدتها؟ أوكي هي صارت عندي نارلد إنيمال، شو تسوي؟ تسوي الإنيمال سترونج يصير قوي و more resistance to fracture يصير أكثر مقاومة للكسر، يعني قاوم التنسل سترينكس. زين هذا بالنسبة للنارلد إنيمال، هاي الصورة مالته. أجي على النوع الثاني اللي هو هانتر شريجر باند. شنو هو هذا؟ آر أوبتيكال فينومينا، هي ظاهرة بصرية. وين نشوفها؟ نشوفها آر سين إن ريفلكتد لايت. طبعا كلها تحت المجهر بس بشنو؟ بالضوء المنعكس. زين هاي يعني نشوف مثلا مكان لايت مكان دارك، مكان لايت شوفوا شلون الصورة، مكان لايت مكان دارك. ال زين they can be seen in a ground longitudinal section، من ناخذ مقطع طولي as alternating dark and light، يعني شنو يعني مرة تصير يعني متناوبة dark هنا light هنا dark هنا light وهكذا. The dark bands يسموها correspond to the cross sectional enamel rod، الدارك يسموه cross sectional enamel rod. خاف تنسوها، دقيقة هسه أقول لكم. And light band represents the longitudinal section inter-rod enamel. خاف تنسوها الدارك بها R والكروس بها R ف cross sectional enamel rod. بينما هنا أنا rod بينما باللايت inter-rod بس شنو longitudinal light BL واللونجيتودينال BL ف light ويا longitudinal فالدارك يسموه cross sectional enamel rod واللايت باند يسموه longitudinally sectioned. انتبهوا inter rod الدارك يكون rod بينما هذا يكون inter rod enamel. زين شوفوا هاي الصورة شو موضحة، هذا الدنتين هذا الانيمال هذا الدنت اللي باللون الوردي دنتينو enamel junction، هذا هو الانيمال وهاي السطح الخارجي وهو هذا الهانتر شجر باند. اجي على الانيمال سبندل، شنو يعني انيمال سبندل؟
هسه راح نجي نشوفها. شوفوها هاي اللي هي بالصورة. من تطلع لي؟ تطلع لي من الدنتينو انيمال جونكشن، هي هاي كلها، بس بعض من عدها تبدي تصعد لي فوق للأميلو بلاست وتصير من ضمن الانيمال. اوكي زين، بس يعني شنو هاي؟ يعني تصعد فوق يم الاميلوبلاست، ما قلت يم الدنت، ما قلت يم الانيمال. اكو فرق بين اقول انيمال واقول اميلوبلاست. الاميلوبلاست هي تكون للانيمال، بس انما من اقول انيمال يعني هذا متكون عندي الانيمال، فمن حتروح للاميلوبلاست يعني هاي حتروح قبل ما يتكون الانيمال وتصير وياه. هسه حنجيها. يقول لي هاي المغازل مال المينا انيمال سبيندل، enamel spindle originate يعني شنو؟ تنشأ from odontoblastic process. من تجيني هاي؟ تجيني من الodontoblastic process. تذكرون هاي هي الodontoblastic process، هاي هي الodontoblastic cell، ومن عدها هذا النواة وهذا السيتوبلازم عبارة هاي هي هاي هي هذا هو ال odontoblastic process. هذا هذا امتداد الطولي. زين which cross the dentino enamel junction، حتعبر الدنتينو enamel junction، المفروض توقف هنا بس هي حتعبر. it represent the only ectomesenchymal structure presents in the enamel. انتبهوا على هاي الملاحظة جدا جدا مهمة. الأشياء اللي موجودة بالدنتين هي عبارة عن إكتوميزون كايمال سيل لو إبيثيريال سيل؟ لا، إكتوميزون كايمال سيل. ليش؟ لأن هي عبارة عن دنتال بابيلا، والدنتال بابيلا موجودة بالمنطقة. هي مين صار الإكتوميزون كايمال؟ من الكوندينس، رجعوا للكشرات الأولى، من الكوندينس إكتوميزون كايمال، فهي من ضمن الإكتوميزون كايمال باللاير الميزودرم. بينما الإنيمال إجاني من الأوتر والإنر، يعني هذول هي الطبقات، ومجاني من الانر ومنطقة الستيلايت هذولي يعني، فهذولي هم شنو؟ هذولي كلهم عبارة عن epithelial cells. فالانيمال هو تكون من الانر انيمال epithelium، والانر انيمال epithelium هي متكونة من الepithelial cells. يعني الانيمال هذا كله عبارة عن epithelial cells. فمن حتجي هاي الانيمال سبندل اللي هي حتتكون من الأودونتوبلاستيك، هي متكونة من منطقة أودونتوبلاستيك يعني من اكتوميزون كارل، حتدخل بمنطقة كلها epithelial cells. فهاي الانيمال سبندل حتكون الشيء الوحيد، الستركتر الوحيد اللي حيكون اكتوميزون كارل موجود بالانيمال. يعني هذا الانيمال هو عبارة عن epithelial cells. من حتجي بي هاي السبندل راح تصير شون خطوط اكتوميزون كايمية موجودة بالepithelial cell. اوكي زين. before enamel forms some developing odontoblastic process extend into the ameloblast layer. ممكن هي عبارة عن الانيمال سبندل هي تجينا من الأودونتوبلاستيك بروسيس، فهي هاي السمت يعني هي عبارة عن developing أودونتوبلاستيك بروسيس extend into the ameloblast layer and when the enamel formation begins become trapped to form enamel spindle. يعني باعوها. اول شيء هي شوكت تصعد لي هاي الانيمال سبندل، او يسموها developing odontoblastic process، تصعد لي قبل ما يتكون عندي الانيمال. من يتكون عندي الانيمال شلون؟ هاي الodontoblastic process هي موجودة بمنطقة الانيمال، وقام يتكون همين الانيمال فراح يحصرها، فراح تكون لي عبارة عن اشياء يعني enamel spindles اللي هي شلون نقدر نقول هي enamel spindle اسمها نفس ما موضح بهالصورة. زين enamel tufts، شنو enamel tufts؟ هسه حنجي. هذا عبارة عن شلون مثلا الياف بروتينية نقدر نقول، يعني بس باعوا على مد بعدين اقول لكم هاي الفقرة.
Enamel trafts are also originate من الدنتينو enamel junction. يعني شنو يجيني من الدنتينو enamel junction. Run a short distance in the enamel or sometimes to one half of the enamel thickness. يعني شنو يمتد من الدنتينو enamel junction ياخذ فد مساحة صغيرة بالenamel يعني يصل لي إلى النصف الأول من الenamel thickness. They represent protein enameline يعني هو عبارة عن بروتين منطقة غنية بالبروتين in the enamel matrix that failed to mature. They are formed إنه تكون during the formative stage. إيش وقت تكون؟ تكون بالformative stage اللي هي الستيج مع تكوين الانيمال. فهو بالformative stage تكون عندي الانيمال tufts of the enamel. They are considered to be faults. أكو بعض الباحثين يعتبروه عيوب while other consider them to be necessary يعتبروه مهم. ليش يربط لي الدنتين بالانيمال؟ يربط لي الدنتين بالانيمال. هذا هو هذا الدنتينو enamel junction وهذا هو الدنتين. راح تجيني من المين تنشئ لي الانيمال تاف تنشئ لي من الدنتينو enamel junction وتصعد لي فوق للانيمال. اكو باحثين يعتبروها عيوب واكو لا ما يعتبروها عيوب يعتبروها انه نقطة ارتباط الدنتين بالانيمال فهي توثق الارتباط ما بين الدنتين والانيمال. هذا بالنسبة لل histological feature of enamel. قلنا النارد enamel هو عبارة عن الانيمال رودماتي تكون وحدة من داخلها والأخ ملتفة مع بعضها البعض. شو تسوي لي؟ تسوي لي strong and more resistance to fracture. زين الهانتر تريجر باند هو عبارة عن ظاهرة يعني optical phenomena تذكروها الهانتر تريجر اللي هي اكو مناطق تصير مضيئة واكو مناطق تصير دارك. الدارك نسميها cross sectional enamel rod واللايت نسميها longitudinal section inter rod enamel. نجي على الانيمال سبندل تنشئ لي من الاودونتوبلاستيك بروسيس انه قبل ما يتكون الانيمال هي عبارة عن developing odontoblastic process. من يتكون عندي الانيمال راح تصير اسمها enamel spindle يعني هي قبل ما يتكون الانيمال هي نفسها enamel spindle بس كان اسمها developing odontoblastic process. من دخلت بالانيمال وتكون عند الانيمال راح يسموها enamel spindle يعني الانيمال حصارها نقدر نقول. زين enamel tufts اللي هو حيجيني من الدنتينو enamel junction هو عبارة عن بروتين منطقة غنية بالبروتين وهو وظيفته انه anchor dentin to enamel يعني يثبت لي الدنتين بالانيمال.